التعرض للكبت والتجاهل والإنكار. كما سبق ورأينا، الحب هو الحاجة الأهم عند الإنسان، وإذا افتقرنا إلى الحب تأثر كياننا كله، وبالتالي فإن كبت أي شعور يعود دائما إلى تجربتنا في الحب وتعرضنا للأذى والنبذ من طرف الذين نحبهم أو عدم الحصول على أي حب على الإطلاق. في تسعينيات القرن العشرين وثقت الأبحاث التي أجريت في سان دييغو في الولايات المتحدة العلاقة بين الأذى الذي يتعرض له الإنسان في طفولته وحالته الصحية عندما يصبح راشداً، وقد أظهرت هذه الدراسة وجود علاقة وثيقة بين التجارب الإنفعالية التي يعيشها الأطفال وتدهور الصحة الجسدية. والأسباب الأساسية للوفاة عند البالغين في الولايات المتحدة، وقد أظهرت الدراسة أيضاً تزايد العادات الضارة مثل إدمان الكحول والتدخين والإفراط في الأكل وتعدد العلاقات الجنسية عند الأشخاص الذين عاشوا تجارب مسيئة في طفولتهم. ويمكن أن يكون هذا السلوك طريقة لمعالجة الأذى العاطفي الذي لم يجدوا له حلاً. إن الانفعالات والمشاعر المكبوتة أو التي تم تجاهلها أو إنكارها تترسخ في النفس وتحتاج إلى اهتمام كبير من قبلكم. قد يحدث الكبت لأنكم اعتدتم أو تعلمتم أن تهتموا لمشاعر الآخرين أكثر من اهتمامكم بمشاعركم، وتعتبروا أن من واجبكم أن تسعدوهم، أو لأنكم تشعرون أنكم لا تستحقون الحب، أو ربما لأنكم كنتم ترون أمكم تنسحب أو تكبت انفعالاتها في أوقات الخلاف والجدال. هل من كبت في عائلتكم؟ هل من مشاكل عائلية لم يتم حلها أو أسرار مكتومة؟ الانفعالات والمشاعر مثل جرح الشعور والغضب والشعور بالخيانة وغيرها. يكبت الغضب لأنه من غير اللائق عموماً التعبير عنه في حينه، وبعد بعض الوقت تصبحون غير مدركون لوجوده إذ يبقى مدفوناً في اللاوعي. ويترافق الغضب والغيظ مع إنكار المشكلة أو لوم الذات، كما يؤدي الغضب المكبوت إلى الخوف غير المبرر والبغض والمرارة، وهي جميعها تؤثر سلباً في صحتكم، لأن جسمكم يعلم أن الغضب موجود وأنه مختبئ في خلاياكم. ينتج الغضب عما تشعرون به أنتم وليس أي شخص آخر. ولكي تتصالحوا مع غضبكم عليكم أن تتحملوا مسؤوليته بدلاً أن تكبتوا أو تلوموا الآخرين عليه. جسمك يتكلم، اسمعه.